الأخوات والإخوة، أهلا بكم من جديد ونرحب بكم مرة أخرى. بدأنا بالأخوات بما أن القمة تتمحور حول المرأة، فاستخدمنا الأخوات قبل الإخوة، فأهلا بكم. نشكر لكم وجودكم في هذه الجلسة التي تركز وتسلط الضوء على حياتك الشخصية والمهنية، كما تناقش العوامل التي ساهمت في نجاحنا بشكل عام والعقبات التي تم تجاوزها خلال رحلة النجاح. يسعني في البداية أن أرحب بمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وأطلب من سعادتك التفضل لإلقاء أول جلسة حوارية وتتمحور حول البيئة الداعمة للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخواني وأخواتي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم دبي، حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. كما أخواني وأخواتي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لمساهمتها في نهضة المرأة في الإمارات ولتنظيمها القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة 2017. كما أتوجه بخالص الشكر إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمشاركتها الفاعلة في هذا الحدث، وأتمنى أن تحقق هذه القمة أهدافها وأن تسهم في دفع مسيرة المرأة وتقدمها بدولة الإمارات العربية المتحدة. إخواني وأخواتي، يسعدني كامرأة من دولة الإمارات العربية المتحدة أن أكون معكم اليوم نتحدث ونتحاور ونتناقش فيما يسهم في تعزيز دور المرأة وخلق بيئة داعمة لتمكين المرأة من لعب مجموعة من الأدوار المناطة بها كفرد في هذا الوطن العزيز الصغير نسبياً في عمره، جداً كبير في إنجازاته ومكتسباته. ومن هذا المنطلق أهنئنا جميعاً حكومة وشعباً بحلول العيد الوطني 46 لقيام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية مزيداً من الازدهار لهذا الوطن الغالي بإذن الله. أخواني وأخواتي، أولت دولة الإمارات الاهتمام بشؤون وقضايا المرأة منذ العقود، حيث شكل تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 بمؤازرة وتشجيع من مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مع رائدة العمل النسائي أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. دعونا أخواني وأخواتي نعد قليلا إلى الوراء، إلى ماض نعتز به نحن ونفتخر به، ماض غرس فينا قيما ودافعية قادت الأجيال لتحقيق الحاضر وكان للمرأة دور بارز فيه. ففي مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع التقليدي، كانت المرأة حاضرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتشارك الرجل في تربية الأبناء وتتولى المسؤولية كاملة في أشهر الغوص، وإن ذهبت للسوق ستجد المرأة البائعة للسمك وللسمن وكذلك للبيض وغيرها من السلع الاستهلاكية، ومن البيوت ستجدها حتما بين المطوعة أخواني وأخواتي في السابق، وهي المرأة التي تجمع حولها الأطفال ذكورا وإناثا لتعليمهم القرآن وتلاوته. في البادية كذلك كانت المرأة مربية الإبل والماشية وصانعة مشتقات الألبان، ومن المؤكد أن المرأة ستطل من أحد الأبواب في ذلك الزمان تودع أحد الأفراد العائلة ممن جاء طلبا للعلاج من مرض به أو كان يعاني من كسر على سبيل المثال في يده. وإن سألت سيخبرونك عن أمهر امرأة تصنع السلال والحصر والبسط وكذلك السجاد. تلك بعض الصور للمرأة التي رفعت من مكانتها وأكسبتها اعترافاً اجتماعياً بأهمية دورها.
والآن لنفكر أخواني وأخواتي في بعض الدلائل. المرأة الواثقة من نفسها، المرأة التقليدية في حكومة دولة الإمارات في هذه الأرض الخيرة اكتسبت العزة بنفسها، اكتسبت كذلك الثقة بنفسها، فخرجت المرأة إلى السوق، شاركت الرجل في تنشئة هذه العائلة، وبالتالي أصبح لدينا مجتمع إماراتي قوي ومشارك. تم الاستثمار كذلك في مهارات المرأة بغض النظر عن الدور الذي كانت تقوم به المرأة في ذلك الوقت. المرأة الواعية كذلك في ذلك الزمان لدورها الأساسي والمحوري في تربية الأطفال والأبناء وتنشئة النشأ على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة. إذا كانت تلك الصور للمرأة في المجتمع التقليدي إخواني وأخواتي، فكيف هي في مجتمع اليوم؟ كيف هي المرأة في الإمارات في عام 2017؟ المرأة اليوم إخواني وأخواتي تفوقت على الرجال في الاهتمام بالتعليم. هذه المعلومات سمعناها هذا الصباح في كلمة سمو الشيخة جواهر بنت محمد الله يعطيها الصحة والعافية، وكذلك سنستطلع بعض الإحصائيات على نفس النسق. فالمرأة اليوم مثل ما قلنا تفوقت على الرجال فيما يخص في السعي للتعليم وتحصيله، وكانت النتيجة أن أعدادها في مؤسسات التعليم العام والعالي قد فاقت أعداد الطلاب الذكور. المرأة الإماراتية اليوم تمثل 43% من القوى العاملة، 43 نسبة عالية. كذلك تمثل 66% من القطاع الحكومي، نسبة تجاوزت النصف، وبينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وكذلك كثير من الوظائف الفنية حيث تشكل أكثر عن 15% في الوظائف الفنية. هناك أكثر من 32,000 سيدة أعمال في دولة الإمارات حالياً يدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 والخمسين مليار دولار، مبلغ كبير ومبلغ جداً مهم أن احنا نقف وننظر إلى الدور المحوري والفاعل الذي تقوم به امرأة دولة الإمارات. واقع كهذا يا أخواني وأخواتي جدير بأن تحرز الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العام في عام 2014. لنستطلع بعض القصص، هناك العديد من القصص من واقع دولة الإمارات، ولكن خلنا نتكلم عن مريم. ومن هي مريم؟ مريم سيدة إماراتية مطلقة تتلقى مساعدة مالية شهرية من وزارة تنمية المجتمع، هذا الواقع السابق. كانت دائمة الشكوى من عدم كفاية الدخل مقابل متطلبات الحياة الحالية ومصاريف الحياة اليومية وكثرة التزاماتها المالية، وكانت تطالب الوزارة باستمرار بزيادة قيمة المساعدة. مريم لم تكتفي بالمطالبة، ولكن فكرت بحل ينبع من ذاتها بعد فترة زمنية تفاجأ العاملون في إدارة الضمان الاجتماعي الواقعة في وزارة تنمية المجتمع بزيارة من السيدة مريم نفسها لهم، وقيامها بشكرهم في البداية على ما تلقته منهم من اهتمام ورعاية خلال هذه الأعوام وللتسهيل حصولها على المساعدة الاجتماعية. ثم بعدها أخرجت البطاقة من جيبها وعادتها لي هذه الإدارة. لماذا؟ عادتها مريم لأنها أصبحت سيدة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت من ضمن الأسر المنتجة التي لا تحتاج إلى دعم مادي من الوزارة حالياً. عندما نتكلم عن الدعم التي تقدم الوزارة، نحن نتكلم عن الدعم التي تقدمه الحكومة بشكل كامل. ولكن مثل حالة مريم، إذا لم تحصل على الدعم والرعاية والتمكين بصقلهم بالمهارات وتوفير الفرص من بيئة داعمة لعمل المرأة في حكومة دولة الإمارات، لن تتمكن مريم أن تقدم لنا هذا المثال المشرف اليوم. قصة مريم قصة قدوة، سيدة مطلقة ليس لها دخل، ولكن بعد ذلك لم ترضى بهذا الواقع، سعت لأن تغير من هذا الواقع حيث أن البيئة الداعمة موجودة في دولة الإمارات، وبالتالي استغلت الفرص، اجتهدت
من نفسها وغيرت الواقع. هذا الطموح الذي كان يراود مريم من تحسين الدخل وتحسين المستوى المعيشة هو ما نسعى جميعاً إلى توفير كفرص لكافة فئات المجتمع. اليوم نحن في المؤتمر يمكن مركزين أكثر على المرأة، كون أن هذا المؤتمر مخصص للتمكين الاقتصادي للمرأة، ولكن كافة فئات المجتمع من الأهمية بمكان لدى وزارة التنمية والمجتمع ممثلة بحكومة دولة الإمارات بإعطائهم الفرص للتطوير ولتحسين كذلك سبل المعيشة. هناك العديد من القصص. هذه الصورة للمرأة لخصتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات بقولها إن دولة الإمارات فتحت أمام المرأة كل الأبواب وتركت لها حرية الاختيار حقيقة، وواقعنا يقول ليست هناك عواق من أي نوع من أمام الكفاءة والقدرة على إعطاء هذه المرأة وأن تقف هذه المرأة جنباً بجنب في مصاف الرجال وإلى أخوانها الرجال كذلك. فالكفاءة هي المعيار والشرط الوحيد للتقدم بالنسبة للجنسين، بل إن هناك توجهات واضحة بتوفير كل التيسيرات أمام المرأة ليزداد حجم مساهمتها في التطوير والتنمية. وواقعنا يقول أيضاً بأن المرأة في بلادنا قد احتلت بالفعل مكاناً بارزاً في العمل وفي مواقع كثيرة، ومنها المناصب القيادية التي تولتها وهو الأهم، حيث أن 30% من الوظائف التي تشكلها المرأة في واقع العمل حالياً هي من الوظائف القيادية. من المهم تمكين المرأة في سوق العمل، ومن المهم تمكين المرأة كذلك في الوظائف، ولكن يجب أن نركز ونبحث أين نجد هذه المرأة. هل نجدها مبعثرة في سوق العمل؟ هل نجد هذه المرأة ودورها في الوظائف الحكومية بعيداً عن سلطة اتخاذ القرار؟ نحن جداً سعيدين وفخورين في دولة الإمارات بحيث يكون واقع دولة الإمارات ممكناً للمرأة، بحيث أنها تشكل أكثر من 30% من فئة متخذي القرار في حكومة دولة الإمارات. هناك قصة ثانية، ولكن يمكن أن أتطرق لموضوع آخر، فالتمكين الذاتي للمرأة. هناك عندما نتكلم عن التمكين أخواني وأخواتي، هناك كثير من الأصعدة للتمكين، فالتمكين القانوني والتمكين الذاتي والتمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي. يمكن نحن نتطرق لأكثر عن موضوع. إذا تكلمنا عن التمكين الذاتي للمرأة بحد ذاتها، فنسلحها بالمعرفة والعلم، نضمن لها الطموح، نتأكد من وجود الثقة العالية بالنفس لديها لكي تقوم بدورها أينما اختارت أن تقوم به. إن اختارت المرأة أن تكون ربة بيت، إن كانت أن تكون صاحبة أعمال، إن اختارت هذه المرأة أن تكون موظفة كذلك، أينما كانت المرأة وأي مجال اختارته، فنضمن نحن ونعمل على ضمان وجود الثقة المحاطة بها لكي تقوم هذه المرأة بدورها على أكمل وجه. روح المغامرة كذلك جداً مهم، الحكمة في اتخاذ القرارات جداً مهمة، الاستثمار والفرص والقدرة على مواجهة المشاكل كذلك من المهارات جداً مهمة في تنمية المرأة. في جانب التمكين الاجتماعي، يأتي ذلك من خلال المشاركة في برامج ومشاريع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المجتمعية الأخرى. فالمرأة لها دور أساسي في القيام في تعزيز هذا المجتمع وزيادة الخبرات فيه. المشاركة في البرامج التدريبية كذلك مما يكسبها بعض المهارات والقدرات. المشاركة المجتمعية كذلك تتيح للمرأة فرص المشاركة في التطبيق العملي لمعرفة ما اكتسبت. المشاركة الاجتماعية تكسب المرأة كذلك مهارات الحوار مع الآخرين. ومن هذا المنطلق كدورنا في تنمية المجتمع، وبالتحديد فيما نقوم به في تعزيز دور المرأة في المجتمع بحيث نسمح لها بأن تقوم بالأدوار كافة. فإذا نتكلم عن دور المرأة المجتمعي، إذا اختارت هذه المرأة أن تكون قريبة من عائلتها، فممكن كذلك أن تشارك الحكومة بآرائها. فأطلقنا ما يسمى بالمدارس المجتمعية على سبيل المثال. المدارس المجتمعية هو عبارة عن مثال لتقارب المجتمع مع تقارب المجتمع بكافة فئاته في أنظمة واثقة، وكذلك أنظمة تستخدم المدارس الموجودة والمنتشرة في الأحياء لكي تكون أكثر قرباً من المجتمع نفسه.
مثال للمدارس المجتمعية حالياً تم تطبيقه في مرحلة ابتدائية، انتهينا من 3 تجارب أساسية وسيتم تعميمها كافة على مدارس الدولة لكي يتم الاستفادة القصوى من هذه من هذا الصرح التعليمي لدعم المشاريع المجتمعية. وهنا يأتي دور المرأة كذلك بالمشاركة، إن كانت هذه المرأة أم لأحد الأطفال أولياء الأمور، أو كانت المرأة صاحبة أعمال في هذه المنطقة، أو إن كانت مرأة مشاركة بالمهارات الموجودة لديها. ننتقل إلى التمكين السياسي، وهو تمكين جداً مهم كذلك. التمكين السياسي يعكس في دولة الإمارات صورتين أساسيتين للمرأة. الصورة الأولى وهو بإنشاء مجلس التوازن بين الجنسين الذي يهدف إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، من تحقيق المرأة المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجال المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي. أخواني وخواتي، أنا بالتو راجعة من أيسلند، وهناك كان قمة عالمية للمرأة السياسية ومشاركتها، وأنا جداً فخورة وفرحة بأن أنقل لكم الإشادة العظيمة التي أتت على المستوى الدولي بمساهمات دولة الإمارات وتشجيع المرأة بالتمكين السياسي، حيث تم التطرق إلى أحدث التقارير التي أصدرتها دولة الإمارات فيما يخص التوازن بين الجنسين، وأصبح هذا التقرير مرجعاً كذلك للدول حول العالم للإطلاع على ما قامت به دولة الإمارات في هذا المجال. الصورة الثانية نتكلم عنها، نتكلم عن تولي المناصب القيادية الكبرى والذي أسفر عن أكثر من 30% نسبة المرأة في المجلس الوزراء. تشكيل المجلس الوزراء الأخير أدى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تطرق كذلك في كلمته الأخيرة في القمة العالمية للحكومات 5 بأن يتم العمل حالياً على رفع هذه النسبة أكبر حتى تصل إلى 50%. طبعاً هذه النسبة تفرحنا إحنا كنساء، وكذلك أنا متأكدة أن تفرح كذلك أخواننا الرجال، بحيث أن النسبة تعكس بارك الله فيك، بحيث أن النسبة تعكس أهمية دور المرأة القوي والجاد في تغيير هذا المجتمع. هناك نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني التي تتعدى 22%، كذلك من النسب العالية حول العالم. 33% من الوظائف القيادية مثل ما قلنا تحتلها المرأة، وكذلك هناك 10% نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي. تعمل حالياً وزارة الخارجية على رفع هذه النسب كذلك. جداً مشرف دور المرأة في التمثيل الدبلوماسي لدولة الإمارات، وأنا أمل إن شاء الله بإذن الله أن تزيد هذه النسب كذلك. وهناك أكثر من 15% من سيدات الأعمال المواطنات هم أعضاء في غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات. لا شك أخواني وأخواتي الحضور أن حضور المرأة الإماراتية أصبح يشكل شريك مؤسسي وداعم في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تشكيل حكومة دولة الإمارات. إذا نتكلم عن التمكين المالي، في التمكين المالي فهناك بيئة الأعمال في دولة الإمارات التي تزخر بمجموعة كبيرة من الخدمات المالية وغير المالية كذلك التي تساعد المرأة على إيجاد مصادر تمويل آلية لبدء مشاريعها التجارية والاستثمارات، وإلى جانب كذلك البنوك والمصارف التي تقدم الدعم كذلك للخدمات والقروض والائتمانات. وهناك كذلك لا ننسى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتان تهدفان إلى تسهيل حصول الشباب على التمويل اللازم لمشاريع المشاريع التجارية. ومثل ما نعرف أخواني وأخواتي، هناك ليس هناك فرق بين الشاب المواطن أو الشابة الإماراتية، مثل ما كلمتنا ووجهتنا أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن الأجدر يحصل على الفرص، والطموح كذلك هو الحد الذي يميز هذا الشاب الإماراتي إن كان ذكر أو أنثى. في التمكين المعرفي إخواني وأخواتي نتكلم على مصادر المعرفة التي يجب أن تكون متاحة للمرأة.
من مصادر الموارد المالية والأسواق وكذلك التجارة، الخدمات والتسهيلات الوصول بها إلى الأسواق التجارية، ولكن وليس التمثيل المحلي والإقليمي، نأمل بالتمثيل الدولي كذلك. هذه احتياجات عملت الدولة على تهيئتها وتيسير وصول المرأة لها، كما أن غرف التجارة والصناعة تلعب دوراً بارزاً في هذا المجال، وبالتالي فإن كل إمارة من إمارات الدولة تمثل غرف لسيدات الأعمال الإماراتيات بما يضمن وصول صوتهن كذلك وبما يضمن مشاركتهم الفاعلة. في التمثيل القانوني هناك سرد طويل عريض للقوانين الداعمة، ولكن يمكن نتطرق لبعض منها. هناك قانون الاتحادي لحقوق المؤلف إذا كان هناك مشاركات اقتصادية للمرأة الإماراتية لأول مرة، كذلك القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، المعاملات المدنية، كثير من القوانين. يمكن يكون شوي الموضوع القانوني شوية يكون لكم ممل، بس القوانين كثيرة، والأهم من وجود القوانين إخواني وأخواتي تنفيذ القانون على أرض الواقع، والأهم من هذا كذلك ضمان حداثة هذه القوانين والتشريعات، بحيث نحن كحكومة دورنا الأساسي الاطلاع على هذه القوانين والتشريعات وضمان حداثتها، ضمان مواكبتها مع العصر الذي نتكلم عنه حالياً. وهذا ما تقوم عليه كافة الوزارات والهيئات الاتحادية في دولة الإمارات، حيث أنه في صلب عملنا. ختاماً إخواني وخواتي، لن أطيل عليكم، ولكن اسمحوا لي ببعض المقتبسات، وهي من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. بداية يمكن احنا تطرقنا إلى كلمة لصاحب السمو عندما قال: نحن لا نمكن المرأة، نحن نمكن المجتمع بالمرأة. هناك فرق كبير من بداية الجملة إلى نهايتها، فنحن نمكن المجتمع بالمرأة دلالة قوية على الدور الفاعل المهم الذي تقوم به المرأة الإماراتية في هذا المجتمع، وكذلك كافة النساء المتواجدات على هذه الأرض الطيبة. كلمة أخرى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث يقول أن أكبر مخاطرة للإنسان هي ألا يخاطر، بحيث أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يدعونا إلى الانتقال، مثل ما يسمونه when you exit your comfort zone، بمعنى منطقة الراحة الموجودة حاليا، إذا حاولنا نحن ننتقل منها ونخاطر، وهنا حقيقة نواجه الحياة الحقيقية. كما أن الكاتب الشهير في كتابه خطوات نحو القمة رينج زيرتون يقول: الطريق إلى النجاح مملوء بالفاشلين، عبارة تبدو متناقضة، أليس كذلك؟ نعم، ولكن نحن في دولة يسودها الإيجابية ويسودها السعادة دائما، ولكنها صحيحة تماما، فالأشخاص الذين يحققون النجاح في النهاية هم أولئك الذين لا يخشون المحاولة، هم أولئك الذين يعرفون أن الفشل محتمل دائما في أي محاولة، هم لا يحبون الفشل، ولكن من بعد الفشل يأتي النجاحات. هذه ليست دعوة للفشل، دعوة للنجاح، ولكن دعوة لعدم الخوف من الفشل. أشكركم أخواني وأخواتي، والمعذرة على الإطالة، وأتمنى لهذه القمة مزيداً من الازدهار، وبإذن الله نشوف النتائج العظيمة في عام 2019 مثل ما سمعنا في صباح هذا اليوم. شكراً جزيلاً. نشكر معالي حصة بنت عيسى بحميد وزيرة تنمية المجتمع على كلمتها، والتي أكدت فيها أن بالفعل المرأة لها بيئة داعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ذكرت سعادتها عن التمكين الاقتصادي والتمكين المعرفي والأمور الأخرى المتوفرة للمرأة. ننتقل بكم حضورنا الكريم إلى كلمة أخرى يلقيها رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير سعادة جاسم البلوشي، يتفضل مشكوراً وحواره عن Act Like a Woman. السلام عليكم جماعة، محذريني 10 دقائق، ف being a man, can I get 2 minutes more? It's really pleasure. Sorry, طبعاً فخور جداً باللغات العربية، لكن جهزت البرزنتيشن بالإنجليزي، فلو تسمحوا لي بتكلم باللغة الإنجليزية. It's really a pleasure not only to be in this event, but to be very few men in this hall actually. It's really great to be here. Thank you, Your Excellency, for the nice speech about and insight about women and empowerment in UAE.
العنوان يمكن شوية خطير خلينا نسميه، لكن إن شاء الله بشرح. I will talk about it in further. So do I have a clicker here or somebody else having it? More than a year ago, I've been given a title. Can you help? And that title is, this is an official title for me, he for she. For those who don't know what he for she means, it means that it's actually a solidarity campaign for advancement for women initiated by the UN Women. And this is an official title given to me by somebody very special. I'm sure she's very special for all of you here, or most of you here. She gave it to me in a very nice, or I say a very famous event, which I missed. But she did not miss to show me the world. Amira bin Karam, we miss her today here, but we'll always remember always her all great things you've done for women around the world and for UAE. For me personally, she has supported me, and she is the one who encouraged me to have my own first business ever. And you see, she's also supporting me in this photo by hiding R, because American thought Jassim is a woman name, and which is... Let's go back to another topic, and let me just... do some kind of interactive questions for you also. Less than 4% of Fortune 100 CEOs are women. How many think that this is bad news? And how many of you think that this is a good news? Let's first start for, is this a good news or bad news? Good news? Good news? Bad news for all of you? Bad news. Okay. So majority say this is a bad news. Let me disagree with you. I think this is a good news, simply because there's a lot of room. It's only 4%, so a lot of room for women to really squeeze in and be part of this success. But I also agree with you that it is a bad news. Bad news because of many things. First of all, you know what happened with this kind of information here? All the researchers, the study makers, they will just go and conduct studies on the 96%. The rest of this, and what they will find out there. They will find out that what are the skills or traits made them successful. That's the first bad news. The other bad news here is that they will market and commercialize this information for all of us in the world. So we all agree that these are only traits that makes CEOs or 100 Fortune CEOs the best in the world. Not only that, they will link this information, which is the traits, with the man, masculine. So they will say that this is only for traits for men. So women, for you to succeed, you have to follow these traits given by this. So these are the bad news here. This is not yet. Let me go to the next slide. What happened with these kind of assessment tools? I'm sure many of you know this tool. This is a very famous tool, assessment tool. They check the behavior of people. And what they found here that, and let me explain this tool quickly here. D means dominance, behavior with dominance, where they can dominate, they become aggressive, they are result-oriented, action, as you see, they are results-oriented. And I represents influence. People who have behavior that can influence others, they can always persuade others. And they are open to people. And C means here is, it's a very long name, actually, I couldn't pronounce it, so I make it control. It's control means that focus on the quality, on the accuracy. While S is all about steadiness, which is that you be comfort, calm, and all that. So what happened? We go back to the previous slide, this one. What they will do, they have applied this to 96% of men here, and they found that all men actually on the DI, which is here. They are result-oriented, they are passionate, they are open, and that we all take it for granted. You know what's the problem here? Women fall into that. Do you agree?
I don't agree. I'm sure you don't agree. But unfortunately, this is what happens. This is a traits game. This is a skills game. What happens, actually, we believe in that. That we believe that, okay, these traits are only for men, for masculine, so we don't have to be that. Otherwise, we will fail. We'll not be in that list. This kind of game happens. I agree with you that this is not always correct for two reasons. Let me justify that. One, traits are not gender specific. I mean, the determination, for example, passionate, this is not only for gender. You might inherit your color of your eyes, maybe your hair, from your parents, but you can always, you will not inherit, or you can learn always the being compassionate. You can always be open on that. Second thing is that skills can be learned, or traits can be learned. And that's what we do. Sharjah Tatweer Forum is an NGO, being there for the last 12 years now. I'm very happy to be a volunteer in this organization, and something I learned from Amir Ibn Karam again, doing all this, doing the voluntary work with the Sharjah Tatweer Forum. We have a very famous program called Sharjah Tatweer Forum, Sharjah Leadership Program. In this program, what we do actually, we work with the participants, men and women, to go through skill development, to go through adaptive development. We take them also abroad to face with new or expose other countries. By the way, the program is open now for enrollment. If somebody wants to want to apply now. This year we are dealing with INSEAD from Singapore and also from AUS for Sharjah. So this program actually helps women and men alike to understand these traits better, to find their strength and how to improve or how to enhance this stress. Now, the message here I'm passing, and I think I have only 2 minutes left, in addition to other 2 minutes, is that what I mean by act like a woman. Women, as far as I know, they have their own authentic self. They have their nature, being always kind, kind, and always building relationships and open. And you know what? This is what's required today's business world. I don't think business required being aggressive, which is lies here and there. Where is it? Or maybe required to be always dominating, but requires building relationships, always being yourself, being in your nature. I remember some time back when I was given the task that I had charged for reform maybe 10 years ago. It was a really tough decision for me to make, is that whether I join Sharjah Tatweer Forum or not, being full employed stuff, how I got and work in an NGO. So I went to my wife. This is another thing we have to learn. I told her, listen, I have a problem. Now, I have a family, I have this work, and now I have another task to do. And she just took a pause and asked me, she said, act like a woman. I wondered what she mean by that. She meant by that you can work, you can volunteer, you can take care of kids, be like a woman. And that's something actually, that's a lesson I've been following for the last 10 years. Women's always been multitasked, can do a lot of things at the same time. They can always complain, listen to our neighbors, and give you orders, and also take care of the kids. This is a multitasking something. And so what I'm asking for, act like a woman, is just be yourself. And when I said chairman here, by the way, I wonder, this is a question for you, why we say chairman, not chairwoman? And whenever we say chairwoman, we say chairperson. We avoid women. So I'm just putting this on you guys here today, that we need to change the concept of act like a man. خليك ريال. ليش ما أقول خليك حرمة؟ So act like a woman actually is a message to all of you. Please, as my wife told me, act like a woman. Let's use that. By using that, I think we will work together to not only empower the women here, but also change the perception what the society have built. Thank you very much. Wish you all good luck. نشكر السعادة جاسم البلوشي. And thank you for acting like a woman on the stage. الآن يسعدني أن نستضيف إليزابيث فيليبولي, founder and CEO of Global Thinkers and Global Thinkers Mentors.
And the title of her speech is Planting Seeds of Inspiration. Marhaba. So let's plant some seeds of inspiration today, shall we? Growing up in Mississippi, my prayer was, for as long as I can remember, God, use me. Use me. Use this life. I don't know what the future holds for me, but I know that there is a vision for my life, one that is greater than my imagination can hold. God, use me. What you would have me do. And that dream, that desire, that prayer brought me somehow to television and in the lives of millions of people worldwide. These words belong to Oprah Winfrey. What do you pray to God for? What do you want to make out of your life, your existence? What seeds of inspiration are you planting? And what keeps you going? What will your garden look like as you grow older, when we grow old? Have you ever thought about that? What first thought gets you out of bed every day? And are these thoughts ones that inspire you, make your heart tick? Are these thoughts ones that make you look forward to the day ahead, to the weeks ahead, to the months ahead? Are these thoughts ones that motivate you enough, make you feel that you are doing something worthwhile, something that makes you proud and will make your families proud? What is your relationship with your past? And how do you define the events of your past? How we interpret the events that we've been through has a tremendous impact in who we are, what we are, how we think, and not only on our present moments, but very much so on our future. Do you look back at your past with regret or with sweet remembrance? Even if your past was filled with sorrow, you still have, all of us still have, a choice to interpret it differently. Try your best to see yours through the lens of acceptance and acknowledgement. Our failures and our mistakes are learning experiences. They are our strengths, not our weaknesses. They are stepping stones to success. We must see them solely as a discovery of information that we can use to grow. You know, all of us, absolutely all of us, at some point in our life, we are going to learn, if we haven't learned already, that life is going to hit us hard in the face. And it is then that we have to gather back our strength and get back up. But getting the wind knocked out of you is the only way to remind you, to remind us, our lungs, how much we like this taste of air. No journey is easy. We learn,
we adjust, we grow. Our thoughts are powerful, and what we think about is going to affect what we attract into our life. If we constantly go around thinking negative thoughts about ourselves, or stuck in a state of regret about the mistakes of the past, we will only succeed in one thing: attracting more of the same into our future. And this is not what we want, neither what we deserve. The difficult roads in life are often the ones which are the most rewarding. When I decided to make my leap of faith and give up a very successful international journalistic career to become a social entrepreneur, I knew that for the years ahead, my journey would be a rocky one. I would not be inside the train anymore. I would be traveling on the roof of the train, out in the cold, out in the sun, unprotected, with the wind and snow and rain and sun exhausting me. But the journey from the roof of the train can be far more exciting. You can see things from high up. You can look up in the sky. You can smell the fresh breeze. You feel as if you're ready to fly. I was not forced to travel from up there. I chose it. I risked. I was challenged. I was challenged again and again, and I'm being challenged every single day. But I love it. It's the challenges that form our character. It's the challenges that make this life worthwhile. It's the challenges that expose our capabilities, that develop our skills, that show us the skills we need to develop further. It's the challenges that strengthen us to resolve and lead us to grow and give us the valuable experiences that we need. When we always travel the easy road, the most comfortable route, it is actually our growth that suffers. By never exposing ourselves to those challenges outside our comfort zones, we stop growing. And after a while, it's our confidence that will start diminish. As difficult as it may be, we must try to embrace the challenges of our life as a chance to improve ourselves, what we are. Not to wish them away, but accept them. Embrace them. Take advantage of them to grow. Nothing happens through inaction. Nothing. To achieve your objectives, you need to set a course. To achieve your objectives, you need to set a dream that inspires you, that speaks to your heart. And those seeds that you are planting will grow, and you will create the most beautiful garden. But please remember, if your objectives are too overwhelming, they may intimidate you. So keep them simple. Be specific, be targeted. Take one step at a time. But every single day, make sure that you take this step. No matter how small, take it. We must set goals every day. And it's good sometimes to write them down. Writing them also has the ability to hold you and to hold us accountable for the outcomes. Do not make the mistake of tying your entire self-worth or happiness
to whether you succeed or fail at something. There is so much more to life than the result of any one event. Start thinking about your future in a way that will allow your future self to cultivate what you want. All of us have failed at some point, more than once, and we will fail again. But these are learning experiences. They are learning curves. And some failure in life is inevitable. It is impossible to live without it. If I were to send one message today to all of us women in this room, is that we need to stop a habit that most of us have. We must stop diminishing ourselves. I'm so slow, I'm unattractive, I'm not disciplined, I'm not good enough. This is all nonsense. None of that is true. It is cursing our future. So please do yourself a favor and move on from that. We should also not praise ourselves too much. We must be humble and modest and let our actions speak for themselves, and not our words, really. So if we want to give our children, the born and unborn ones, a foundation for their dreams and their opportunities, which are worthy of our promise, if we want to give them that sense of limitless possibility, that belief that there is always something better out there, there is always something great out there, as long as you're willing to work for it, then we must plant those seeds of inspiration and action and look after them with focus, with care, like never before. So remember that we are worth more than we could ever imagine. We are worth more than the numbers on the scale or the hair product that we use or the price tags on our clothes, or the percentage at the top of the math test, or the number of Twitter followers that we have. We are worth way more than that. So don't wait until next year, until next week, until next Monday. Let's choose to wake up every single day and look after those seeds of inspiration that you have planted. And give every seed a name, the seed of achievement, the seed of family, the seed of giving, the seed of friendship, the seed of career, the seed of each and every day becoming a better you, the seed of gratitude, the seed of pride, the seed of feeling good because you did something to make someone's life better, your society better, your own life worthwhile. These seeds of inspiration will make you feel alive and fulfilled. And you will feel amazing, extraordinary as you are, in your own garden of inspiration. Plants and gardens are us, women, our hopes, our lives. And this is what it feels like, to really feel alive and create an existence that we will be feeling very proud of, a worthwhile one. Thank you. Thank you for giving a motivation speech to inspire and to encourage. And now I would like to welcome Asiya Risho to deliver her speech about enabling women in developing countries. And Asiya is from, she's the founder of Evolving Women. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. I hope you can all see me. I'm quite short. I'm very aware of that. Right, so I would like to start with my personal story and just to explain to you how I got into starting enabling environment for women in developing countries. So in 2011, I was working as guest services manager in a hotel in the UK. And the HR director came to me and said, Asiya, the general manager would like to put your profile forward for an award.
I thought she was insane. I thought she was crazy. It was an award that recognized very young women in the hospitality industry under the age of 30 in the UK. Anyway, we decided to go ahead with the application, and to my surprise, I made it to the final in London. It was a long selection process. I went through so many different assessments, interviews, panel discussions, and to my surprise again, I was selected as the winner, and I received a very generous prize. Now, thanks to the award, I had the opportunity to meet people I never thought I could meet before. I met mentors, I met professional coaches for the first time, and I had the opportunity to invest a substantial amount of money in my education. So I went first to study in Switzerland and then in the to the US at Cornell University. Now, why am I telling you this story? I'm telling you this story because it was while I was at Cornell that I met Wilma. Wilma was a fellow student, but also a hospitality professional from Ghana. So I was explaining to Wilma what that award meant to me and all the nice things I was doing because of the prize, because of the money I received, and all the great opportunity I was getting through education. And she explained to me how such a prize or such an initiative could make a massive difference, a huge difference to women in Ghana. Women who have very, very limited access to quality education, first of all, and also to professional mentoring and coaching. What Wilma was telling me really was, Asya, we need to create an enabling environment for women in my country, women who need this kind of help. So you can imagine, I saw in what Wilma was saying, an incredible opportunity for me to make a difference, for me to almost pack everything I had achieved through that award, put it in a box, and go to Ghana and say, ladies, take this, go for it, because what you're going to achieve out of it is incredible for your career progression. So I went back home, I went back to the UK, and I started thinking, you know, what kind of intervention can I do? I'm one woman, not even in my own country, wanting to go to Africa, you know, what do I do? So I said, well, the only way I can reach all these women worldwide is to create what I would have then called a virtual enabling environment. And there are so many around. LinkedIn could be an enabling environment for women. But I wanted to create something that was specific to women in developing countries. So after a few years, it took me about 6 years to save the money, first of all, and to put together a software development team. I was very proud to launch in June 2017, just a few months ago, the first online platform that works with women in the workplace, first of all in developed countries, and through the provision of online resources and networking, we support their professional development and also we help them become economically independent. Now, for each subscription we received from that platform, we then invested that money in sponsoring women in Ghana. And the sponsorship included not only access to our platform, but also a face-to-face training we went to deliver in Ghana just 2 months after we launched our prototype. So that was incredible. And we had about 13 women coming through our program. We talked about soft skills, we talked about technical skills, and the idea was to really improve their employability in the market. It was an incredible experience. We secured, out of 13 students, we secured about 7 internships, and that was within 1 week of launching the program. One of them is now, Fabiola is now in the Mauritius on a 2 month internship. And another one, Antoinette, who is a single mother from Accra, is now in Dubai. She arrived 3 weeks ago to start a 1 year internship with Retreat Palm Dubai by Softel. Now, the idea is for these women to then go back to their country next year and really grow their local economy and be really a partner contribution to the economic growth for their country. Now, when I
When I explain the story behind Evolving Women, the first question I get asked is, how did you manage within 2 months to, from June 2017 to August 2017, to train 13 women who had no access to education and also find them jobs, raising their employability? Now, it took me a bit of time to, I couldn't answer that question, to be honest. It took me a bit of time to go back home and think about what we had done. I think the first thing we did, I think, was to make sure that all the stakeholders involved in the model we were creating were all gaining something from it. We had women in developed countries that were accessing education. Women in developing countries also were finding jobs. We had hospitality businesses who wanted to provide internships so they could grow also their CSR. The hardest to please, or the one we had to work a lot about, was government. We didn't know how to engage government, and that's how we started then in hospitality. We started in hospitality because we thought many countries, many governments around the world would support hospitality and leisure industry. It's one of the first font of income for countries. And also, what we wanted to do was to improve the talent pool in that country so that they did not have to rely on expats driving the hospitality industry, as an example in Ghana. So we got engagement from many governments. We're now, of course, we're working in Ghana. We're currently talking to the government in Nigeria. And just a few days ago, we got the news that also the Caribbean is very interested in what we're doing. So I think for all the businesses we talk to, when we talk about creating any initiative or any program that creates an enabling environment for women, the first thing we always say is that you have to get all the stakeholders on board. If you want one of them and a department, maybe a leader in your organization, and that person is not on board, you have to create a shared purpose. You have to create something for them to go for. There has to be a win-win for everyone. Number two, I think we chose the right way to measure our impact. We moved away from counting how many women were coming through the programs to counting how many better opportunities these women were receiving after completing our program. It was not about how many people were attending the session, it was about how many women had better opportunities. So as an example, Kate, she's 22, again from Accra. She was very passionate about food, but she did not have the network and she did not have enough skills to go for an interview and secure an internship. The week after the end of our program, she secured an internship with one of the hotels in just outside Accra. Now, for us, that was a way to measure our success, regardless how many people had come through the program. So another thing we tell businesses that we engage with is be careful that you choose the right way to measure your impact when you start an initiative aimed at enabling environment for your women. Make sure that you don't count the number of matches between mentors and mentees, but actually how many better opportunities these women receive after the mentoring program. One thing I've noticed is that many organizations look at their impact by how many promotions women get. Now again, it's really unfair to decide whether or not the program works based on how many promotions you give, because there are only a set amount of promotions that you have available in an organization. Number three, the last one, I'm gonna be very conscious of the time. The last one, I think what we spent time about was also going to organizations and talk about the importance of number one and the importance of number two. It was really important for us to go into an organization and say it's important that you empower women, it's important that you measure the effect of your empowerment programs, because what we wanted to make sure was that when we placed an intern into one of these organizations, they would continue our effort. And we didn't want our effort to get lost once we had placed them. So my message today is that sometimes we need to look beyond our organization and trying to create an enabling environment that is not only inside our organization but also global. I think I ran out of time.
Thank you very much. Thank you for listening. Thank you, Asia, for your great speech. And now I would like to welcome Mr. Rizwan Bieg, design consultant and social entrepreneur, and his speech titled From the Rural to Runway. Welcome. Ladies and gentlemen, honorable guests, thank you for having me here, Nama. Of course, all of this I owe to my wonderful friend, who I miss tremendously, Zamira Bin Karam, who initiated something with me a long time ago. And after a very illustrious career spanning 2.5 decades, a very successful career, 11 years ago, I decided that I was going to change the logistics of how we operated as a small business. And my story today is one of my own personal journey on how one can actually bring about change. By default, the country that I come from, which is Pakistan, all the work that is done in the fashion industry, most of it, which is whether it's tailoring or whether it's embroidery, was under the domain of men. And given the large workforce of women that we had in Pakistan, with incredible needlework skills, it seemed really strange to me that why those women had never been tapped. So 9 years ago, I decided to venture out into the rural areas, because given the fact that I was from the urban center, one of the largest cities in Pakistan, Karachi, I decided to venture out, and we started to look at the opportunities of the four provinces of Pakistan and the skills that all these women possessed. And the results were astounding, because from the southern tip to the northernmost mountains of Pakistan, the variety and the strength of skill was incredible. So for the first couple of years, we actually had to spend time mapping out what Pakistan could offer. And what it did offer was an incredible heritage, given its regional status, because of its historical significance, and because of the kind of people that had passed through during invasion. The heritage was just incredibly complex. Secondly, of course, then we had to work out the skill levels of these women. And after doing a short assessment of what was possible, we decided to focus on one of the provinces, which was the southern part of the Punjab, which is one of the provinces in Pakistan. The women there, of course, had incredible skills, and we decided to go in and to have a look at what they could produce. And what they could produce was quite phenomenal. But what was really sad about the entire story was that they came from very, very small villages. They had no basic amenities. They were caught up in a domestic cycle where they couldn't really be independent. They were very dependent on their husbands. And those skills that they did have were being exploited by the masses for actually paying them a pittance for some of the most beautiful things that I had ever seen. And it all started when I went on my first trip with a bunch of people, with the government, as I had been invited in, to come in and do some design intervention and to teach these women how to produce something that could actually sell. Because a lot of these women were making beautiful clothes, but they were not the kinds of things that were relevant, trendy, or what could be worn. Even though they had the skills, everything that they produced was either underpriced or undersold. So as a design consultant, I was asked to come in and to give them advice on how to produce a garment. And on my way out, after having a long chat with a bunch of women that had come in, what was really sad was as I exited the building, one of the organizers came up to me and said, there's this woman sitting here and she would like to have a word with you. So I said, yes. So I walked up to this woman and she was sitting there clutching onto a little bag. And I said, what's the problem? And she said, well, I've been working on a piece of embroidery and it's taken me 3 months. And the middleman who was supposed to buy it from me has decided that because it's damaged and he decided not to pay me. So would you be interested in buying it since you're a designer? So I said, why didn't he buy it from you? So he said, well, you see, when we stitch, we don't have a thimble. So there are tiny blood stains on the garment. And
I said, how long have you stitched this? So she said, it's taken me 3 months. So I said, okay, show it to me. So she pulled out this sari, which was 6 yards of fabric, and it was exquisite. It was truly, truly a labor of love. And because of those tiny dots of blood that were dotting the garment, she couldn't sell it. And I said to her, I said, what do you want for it? What kind of money? She said, well, he told me that he would pay me $18 for it, but you can give me $8. And it broke my heart, because she had obviously put in no value to the work that she'd put in. She had actually only sourced and priced the thread and the fabric on which she'd worked, and she was expecting that kind of remuneration. So that was a very strong motivation for me and a changing point in my life. So once I got back, we decided that we were going to start something, and we have now set up a training institute which actually works with women. We've created a system where we've started working with women from adjoining villages. We've created a training school, and we've actually done a graduation of how women should work. We've done a categorization. We work with the unskilled, we work with the semi-skilled, and we work with the skilled. And the aim of the whole program and the aim of the whole project is to create master crafts women. And given the fact that Pakistan is a segregated society, the aim to create a school of master craftsmen is only so that they can go into the other areas where men cannot go. And these master crafts women can train these women in producing the incredible embroideries that can then go on to service the entire world in terms of producing what major brands require. Then, of course, because of what we've done, and my association with Nama, and my association with all the wonderful people that I had met here in Sharjah, and under the guidance and the vision of Her Excellency, we decided to do a collaboration and bring a lot of the people and a lot of the expertise that we had in Pakistan to the UAE. So we came to the UAE and we did an assessment, and we looked at the craft of the UAE, and we identified Safifa, we identified Tali, and we looked at all the local regional crafts and what could be done with that. And of course, Her Excellency's vision is amazing, because she also realized that given the fact that, you know, the UAE is a welfare state, it cannot continue like that. Women have to be empowered, and we have to look at not only education, but we have to look at a whole lost generation who are in their 20s and 30s, who cannot go back to adult education, and they need to be trained in vocational training. These are women who are housewives, these are women who have children, they can't go back to school, so let's empower them by giving them some kind of skill, and skill at a very enhanced level. So as I stand here today, we are actually in the process of working on putting together a bunch of women from my institute in Pakistan who are going to be coming to the UAE, working with the women in the small villages of Dibal Hassan and other small areas that are going to be worked on by the team here, and to train them over a period of 8 to 10 months to be able to bring their skill levels to a very high advanced level. And so these same women who live in the UAE can then service all the requirements of the local designers in this part of the world. That's the effort that we have taken. That's what we've been working on. It's just a beginning. One hopes that we can take it further. But the true beneficiary of all of this really is women. And I'd like to kind of close my speech with a little story of how empowerment really works. Because one day, out of the blue, I get a phone call, and it's a man on the phone. And he says to me, I was a bit confused. I said, yes, who are you? He said, my wife works for you in your institution. I said, yes. He said, well, she's thrown me out of the house. So I said, why has she thrown you out of the house? So he says, well, you see, initially, I don't really work, and she used to do all the work, and I used to kind of whack her, and she used to take it. But now that she's economically empowered, she's decided to throw me out of the house. So I said, why are you calling me? He said, you tell her to take me back. So I said, no, I'm not going to tell him. In fact, I would suggest you actually go down on bended knee and ask for forgiveness, and you take on her role. So that's how empowerment really, really works in the real world. And it was
It was such vindication for me, and it was such a pleasure to see that a truly empowered woman can actually do so much more than we all expect her to do. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Rizwan, for your great speech. والآن يسعدني أن نبدأ بحلقة أو جلسة أو حوار عفواً آخر بعنوان الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات وتلقيها الأستاذة أحلام سعيد اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في جلسة أصوات ملهمة، ربما السياق اللي راح أتحدث عنه مختلفة عن التجارب الشخصية، فأنا سأتحدث عن جانب مؤسسي مثل ما تفضلت معالي الوزيرة في الجلسة الأولى. حديث اليوم عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، يشرفني أن أخذكم في رحلة قصيرة حول البيئة الداعمة لتمكين المرأة في دولة الإمارات. فاطمة الكعبي وعلياء المنصوري ونورة البلوشي ودانا البلوشي وغيرهم من الفتيات الإماراتيات لديهن الكثير من الطموحات، ربما قبل 40 عاما كانت هذه الطموحات ستعتبر أحلام غير قابلة للتحقيق، ولكن اليوم بفضل القيادة الرشيدة لا مستحيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهنيئا لنا كشعب دولة الإمارات وهنيئا لنا كنساء إماراتيات وجود القيادة الداعمة لنا. بلا شك بهذه الرؤية فإن الفتيات الإماراتيات يستطعن أن يحققن طموحاتهن. رحلة تمكين المرأة الإماراتية بدأت من شظف العيش ومن قساوة البادية، كانت هي الانطلاقة لمسيرة تمكين المرأة والتي أرسى دعائمها الآباء المؤسسين للدولة وعلى رأسهم المغفور له بآذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب ثراه وإخوانه الحكام الذين أرسوا الركائز الأساسية لمسيرة تمكين المرأة في الدولة. واليوم يكمل قيادة دولة الإمارات هذه المسيرة من أجل تذليل الصعوبات وتفعيل مشاركة المرأة في التنمية المستدامة لتكون شريكاً استراتيجياً في مختلف القطاعات. لقد جاء تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 75 ليؤكد رؤية الحكومة بأن المرأة شريك استراتيجي، ليكون الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الجمعيات النسائية الآليات الوطنية المعنية بنهوض وتمكين المرأة، تضع سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تتجدد بشكل تلقائي ومستمر لتتواكب مع احتياجات المرأة واحتياجات التنمية المستدامة وفق متطلبات كل حقبة زمنية. مؤتمر المرأة بيجين 95 كانت نقطة تحول فيما يتعلق بآليات تمكين المرأة في مختلف دول العالم. شاركت دولة الإمارات ممثلة في الاتحاد النسائي العام في هذا المؤتمر لتعود بعد ذلك لتباشر في وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، لنكون بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية لديها استراتيجية معنية لتمكين المرأة وأيضا ثاني دولة عربية. هذه الاستراتيجية تمركزت على 8 محاور رئيسية، هي التعليم، الصحة، المشاركة الاقتصادية، المشاركة السياسية واتخاذ القرار، الإعلام والبيئة والمجال التشريعي والمجال الاجتماعي. الاستراتيجية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة عام 2002 هي أرست ما تحققته المرأة الإماراتية اليوم ونحصد ثمار ذلك. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في عام 2004 كان تعيين أول وزيرة في الدولة وتلتها إنجازات أخرى، واليوم لدينا 8 وزيرات. في عام 2005 كان بفضل الاستراتيجية تم صدور قانون الأحوال الشخصية. في عام 2006 دخلت المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وتوالت الإنجازات لترأس اليوم المرأة مجلس الوطني الاتحادي، وأيضا لدينا تجربة رائدة في إمارة الشارقة وترأس أيضا المجلس الاستشاري امرأة. إنجازات كثيرة حققتها الاستراتيجية، أيضا قرار مجلس الوزراء بإنشاء الحضانات الذي يوفر بيئة داعمة للمرأة العاملة حتى تستطيع أن تحقق وتوفق بين مسؤولياتها التنموية ومسؤولياتها الاجتماعية، كان أيضا من نتاج الاستراتيجية التي وضعتها سموها. قرار دخول المرأة في المجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات الحكومية أيضا من الإنجازات التي كانت من ورائها الاستراتيجية الوطنية لتمكين
تمكين المرأة. دخول المرأة في المجال الدبلوماسي وتعيين السفيرات كان عام 2002، كان أول تعيين سفيرتين، واليوم العدد أكثر من ذلك. تعيين أول قاضية كان عام 2002 ووكيلات النيابة، إنجازات حقيقة وفرتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. فالاستراتيجية الوطنية هي توفر بيئة داعمة لتمكين المرأة وريادتها في مختلف القطاعات، وبلا شك مجال التمكين الاقتصادي. بعد مرور 10 سنوات من تنفيذ الاستراتيجية الأولى، تم مراجعة استراتيجية المرأة وتدشين الاستراتيجية الجديدة لتركز على محاور 4 وأولويات رئيسية، وهي البناء على الإنجازات المتحققة والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات من أجل الأجيال القادمة من خلال تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي من بينها النوع الاجتماعي وإدماج منظور النوع الاجتماعي، أو ما هو نسميه الآن بالتوازن بين الجنسين. الأولية الأخرى التي نهدف إليها من خلال الاستراتيجية الجديدة لل 2015-2021 بما يتوافق مع رؤية الحكومة، أننا نحن مع تمكين المرأة ولكن أيضا مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال التأكيد على تكامل الأدوار بين المرأة والرجل. فبلا شك أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا بد أن يواكبه أيضا معاونة ومشاركة الرجل للمرأة في مسؤولياتها حتى أن تكون فاعلة في المجتمع. الأولوية الثالثة التي نهدف إليها من خلال الاستراتيجية هي توفير مقومات الحياة الكريمة والاستمرار في ذلك من أجل توفير الحياة الآمنة والرفاه الاجتماعي للمرأة وفق أسس عالية الجودة. وهذه أيضا المحاور والأهداف الاستراتيجية التي نعمل بها من خلال شراكاتنا مع المؤسسات من أجل تمكين المرأة. الأولوية الرابعة هي تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة في المحافل الإقليمية والدولية. هذه المحاور أو الأولويات الرئيسية التي نعمل عليها من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة ستوفر بيئة داعمة لنجاح المرأة وتمكينها ليس فقط اقتصاديا ولكن أيضا في مختلف القطاعات. فنحن نعمل على شراكة مع المؤسسات الاتحادية ومؤسسات محلية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية التي نتطلع إن شاء الله أن يكون المستقبل مزهراً أكثر للمرأة. وشكراً على استماعكم. شكراً للأستاذة أحلام على هذا الحوار الشيق. وأخيراً نختتم هذه الجلسة، أوعدكم بحوار شيق أيضاً تقدمه الأستاذة هالة كاظم رائدة أعمال اجتماعية ومدربة حياة، وحوارها بعنوان رحلة التغيير. السلام عليكم. أنا بنت جميرة، تربيت في جميرة لأب تاجر، أبوي كان من أوائل تجار دبي، وعشت طفولتي كلها مع أولاد، وكنا نسير محل أبوي كل يوم، وأبوي اللي كنت أشوفه فيه إن ما كان يفرق بين الأولاد والبنات. طبعاً أنا كنت البنت الوحيدة، أنا وأختي من بين ما شاء الله أولاد في العائلة. تربيت، وطبعاً أيام المدرسة وتحديات عسر الكتابة والقراءة ديسلكسيا، فكبرنا وتزوجنا وجبنا عيال، ودور الرجل كان مهم جداً في حياتي. أنا أم لخمس أبناء وحفيدين الله يحفظهم. اللي تميت، طبعاً أنا اللي عرفني عارفني أنا كنت أرسم، بس ما كنت أحب الرسم. كنت أرسم عشان كنت أعرف أرسم، ما درسته بس كنت أعرف أرسم، كنت أسوي منه بزنس. بعد فترة، بعد ما جبت حسن، كان عمري 41 يوم جبت حسن. أنا الحين اللي بعد شهر ونص بسوي 55 سنة إن شاء الله. فتميت أدور على شو اللي يخليني أستمتع بيومياتي. طبعاً الأمهات
دائما شو يقولون نحن سعادتنا في عيالنا نعرف هالشيء بس بعد في الحياة في أشياء وايد أكثر في أشياء أكثر وايد للمرأة وللرجل لكن أنا رحلتي كانت رحلة تغيير من طفولتي مع التحديات وعسر الكتابة والقراءة للاكتئاب اللي أصبت فيه وأنا في أواخر العشرينات لين ما أنا جبت حسن قلت شو بعد شو لي بعد في هالدنيا أسوي أنا الحمد لله حين جبت عيال وربيتهم تميت أجرب أجرب شي وأجرب شي وما خليت شيء وفشلت لكن شيء واحد أنا اللي عارفني إني أنا ما يعني ما يأس I keep going فثلاث سنوات يننت ريلي يننت عيالي قلت لهم لازم في شيء غير في لازم شيء حقي كنت أحس إن عندي رسالة بس شو هي ما أعرف لين ما أنا سمعت عن حد إنه ساير يمشون في مكان في إسبانيا كان أقول حق ريلي I think I'm going to go there اللي ما يعرف زوجي half Scottish half Egyptian عشان شي كنت أكلمه بالإنجليزي فقال لي أوكي قلت له أوكي في خلال أسبوع قررت إني أنا أسير كامينو سانتياغو في إسبانيا ما كنت أعرف شو يعني هايكينج بيئة صحراوية من يعرف شو هايكينج أيام نحن قاعدين نتكلم عن 2009 أو 2010 تقريبا بديت وصرت أمشي حتى أتذكر اتصلت في ماي منتر كان أقول لها إلين What is this thing that they walk from a place to place? كانت تقول لي it's hiking. قلت what is B&B? Got bed and breakfast. So أنت تمشين تنتظرين في الليل ترقدين تكملين اليوم الثاني. قلت fine I'm going. بديت رحلتي. وأنا أمشي في كامينو دي سانتياغو الممشى التاريخي اللي باولو كويلو كتب عنه The Pilgrimage. تعرفون منو كان يشوف توم اند جيري تعرفون يوم تشوفون الليت هذا يستوي طين استوالي بالضبط انا امشي كل يوم 25 كيلومتر في اليوم ريولي ملتهبه ما عارفه اول تجربه لي ما عارفه شو الموضوع قلت ليش انا ما اخذ هالفكره واوديها البلاد وأقول حق الحريم اللي عندنا تعالوا امشوا معي رجعت البلاد قلت حق زوجي قال لي I think this is it أوكي تشجيع كلمت أنس كان يقول لي فكرة زينة كلمت بعض صديقاتي واحدة قالت لي من صدقك بتودين حريم يمشون ما يمشون على حديقة الصفا كان أقول لا it's not that المهم رحت اسبانيا رحت النمسا مشيت بروحي 7 أيام اروح فوق اليبل انزل من اليبل ايام مريت فيها كنت ايام اصيح اقول يعني من صدقك يا هاله يعني ليش ما تقدرين تكونين جده تقليديه تجلسين وين احفادك وعادي ليش بعدين عرفت ان this is not me قلت اوكي رجعت رحت لندن سيتي يونيفرسيتي خذيت كوتشينج خذيت كونسلينج بدأت سويت برنامج متكامل برنامج كان تحدي حقي اولا عشان الفكره كانت غريبه للناس بتودينهم يمشون شو الموضوع كنت اقول حق الناس بس اعطوني فرصه بس اجلسهم في كوفي شوب طبعا انا خذيت الرخصه من مؤسسه محمد بن راشد للمشاريع صغيره وبديت من البيت 3 سنوات وأنا رد على التليفون على الإيميل وأجلس مع الناس أجيب واحدة أقول بس جربي بس الفكرة هاي جربيها وصراحة أقول لكم مثل ما أنا كان لي حديث مع الشيخ عبد الله بن زايد قلت له أنا فخورة جدا بالمرأة الإماراتية وأنا ما أقولها عشان أنا إماراتية عشان أنا فكرت يوم أنا بسوي رحلة
بهالطريقة بدن بريكفاست ما في شوفير ما في فايف ستار يشلون شنطهم كنت على قلبي كل واحدة بتجلس تتأفف بتقول تعب الحمد لله نحن عايشين حياة وايد يعني مريحة والله ولا واحدة الحين أنا هاي سابع سنة 2011 الرخصة طلعتها 2017 أقول لكم ولا واحدة يت اشتكت يمشون بالعشرين كيلومتر بالخمسة وعشرين كيلومتر أكثر شيء ضحكني الشيخ عبد الله قال إنزين يقومون الصبح من وقت قلت لهم إيه كل واحدة تقوم الساعة سبعة سبعة ونص ريوق ثمانية ونص نبتدي عرفت إن المشي كان صح دور مهم في البرنامج لكن كان أقل شيء هاي كانت رحلة إلى الذات رحلة المرأة مع نفسها رحلة تمشي تبتعد عن عيالها أنا كنت أقول أبغي أنتشلها من زوجها أنتشلها من عيالها من شغلها من المجتمع تكون بروحها عشان يكون عندها رفلكشن انعكاس داخلي تشوف شو تسوي يوم الإنسان يبتعد صح؟ تشوف الشيء من بعيد غير عن ما أنت داخل أو أنت داخل المشكلة أو مو شرط مشكلة في المعمعة والضغوطات اليومية عرفت أن الصدق هالبرنامج حدث تغيير كبير جدا في المرأة علمني البرنامج هذا أكثر من ما أنا كنت أتخيل أتعلمه أنا تعلمت من المشاركات أنا ثقفت منهم هم عطوني دافع أكمل يوم واحدة تي تقول لي أنا تغيرت أنا أحس أني مو بأنا أنا يأتني واحدة دائما أقول قصتها من اتصلت فيني كانت تقول لي هالة تميت أقول حق ريلي أبا سافر ويا هالة كاظم يقول إيش تبي بها أنا بوديك أي مكان تبين هي من أبوظبي لين ما أنا مرضت كان يقول لي شو بلاك كان أقول له أنا ميهودة كان يقول سيري ويا هالة كاظم سيري يت معي بعد ما يت معي يت هي أكبر مني مشت أول رحلة لها لإسبانيا 100 كيلومتر في 5 أيام رجعت وهي جاية من عائلة يعني توب توب ويعني سكرتيرة والخدم والحشم تقول تعلمت كيف أنا أعتمد على نفسي رجعت تقول عيالي قالوا لي وايد تغيرتي تعلمت أني أفصل بيني وبين المشاكل الحين زوجها من ما سوي رحلة يقول يلا قومي سيروا يا ربيعتك القصد أن تغيير في الإنسان يستوي من داخل أنا ما غير حد أنت تغيرين نفسك I don't fix anyone You fix you اللي أنا أسويه أقول لك هاي إيدي تعالي معي في رحلة في سيشن في محاضرة في أي شيء سويت برنامج إن داخل الدولة أسوي برع الدولة محاضرات موتيفيشن سبيتشز رحلات كوفي معاي يعني كامل لأخلي المرأة أول شيء تعرف إن لها قدرات عجيبة ترى يعني نحن عندنا مو بس مالتي تاسكينج أخوي جاسم نحن مالنا غنى عنكم فشور يعني نحن مو في صراع مع الرجل وأنا دائما أقول نحن مو بالريال قدامنا ولا ورانا نحن نمشي مع الرجل ما أنا حياتي كلها رجال أنا الأنثى الوحيدة اللي أدور بينهم وما كنت أقدر أوصل بدون دعم زوجي وبدون دعم أبنائي الخمسة حتى مايد حفيدي سبع سنوات يعني هاك اليوم يقول لي لالا يناديني لالا حمدة في الصف قالت لي Your grandmother is the famous Hala. Then I go yes. Please tell her hi from me. Then I go okay. Thank you. The قصد من كل هذا إن المرأة تقدر تتحدى نفسها في أشياء ما كنا نعرف عنها. هل نحنا كنت أنا يوم من الأيام كنت أقدر أفكر إني بسوي برنامج ما كان في حتى business plan. ما كان عندي حتى أسوي search عشان أنا أول امرأة عربية تسوي هالبرنامج. ما كان عندي أي رفرنس القصد من كلامي أنا مثال حي أنك أنت تقدرين تبتكرين شيء خاص فيك أنت شيء يونيك Thank you. شيء أنت تقدرين
تؤمنين فيه يعني مرات أتعب مثل أي إنسان، مرات أوصل لمرحلة يأس أقول خلاص وايد تحديات وايد شيء. الصوت اللي ييني من عيالي يوم أنا أتصل في أنس ولا معاذ ولا الحارث ولا طارق ولا حسن، You cannot give up. This is your call. القصد مني إن كل واحدة فينا وكل إنسان في هالعالم له رسالة، في البيت يمكن أو برا البيت. أنتوا شوفوا وين هالرسالة، في وين ومتى ومع منو، وابتكروا واشتغلوا وما لا تخلون شيء يوقفكم. لكن الشيء اللي أنا أبغي أختم فيه إن أحلام لازم تكون واقعية، الأحلام لازم تكون عملية، ونقدر نسأل ونستشير ونقرأ ونفهم أي شيء نسويه وبعدين نقدر نبتدي. وإذا فشلنا شو يعني؟ افشلوا بدوا مرة ثانية، keep going. مثل الطفل يطيح يوقف، أول ما يبغي يمشي صح؟ يطيح يوقف، آخر شيء يمشي. ونحن هذا دورنا، عشان دورنا كبير. نحن أمهات، نحن خوات، نحن بنات، نحن صديقات، نحن زوجات، ونحن جدات. شكرا. في الختام أشكر جميع المتحدثين، شكرا لأنكم ألهمتمونا وأفدتونا وأثبتوا لنا أن المرأة بالفعل هي الحياة. وأخيرا أقتبس من كلمة سعادة جاسم البلوشي، Always act like a woman. And شكرا. Thank you so much.